لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. هروب الأفارقة من تونس. الوضع خطير. الأفارقة تحتل تونس والمغرب وتحاول أن تحتل الجزائر. تزايد الوضع كبير جدا فيها الأفارقة بسبب ازدياد كبير في عدد الأفارقة بتونس. وقررت دولتان من غرب أفريقيا أعادت مواطنيها من تونس بعد تصريحات قيس سعيد. وقال سعيد أن الهجرة كانت مؤامرة لتغيير الوضع السكاني حيث أن الأفارقة يغادرون إلى بلادهم بعد تصريحات قيس سعيد. وقالت ساحل العاج وغينيا إنهم سترسلان طائرات خاصة لإعادة مواطني البلاد. وتحاول بلاد إعادة مواطنيها الأفارقة بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيد. ونفى الرئيس التونسي أنه عنصري. وبعد تعليقات سعيد فقد عدد من المهاجرين ووظائفهم ومساكنهم بين عشية وضحاها. وأضاف بعضهم تعرضهم للاعتداء. وقالت طالبة من جنوب أفريقيا أعطيت هذه الكلمات الكثيرة من الأشخاص ممن لديهم بالفعل هذه المشاعر العنصرية دون آخر. وأضافت أن العديد من أفارقة من جنوب الصحراء خوفون من الخروج بعد أن أضرمت النيران في منازلهم وتعرض بعضهم للضرب وبعضهم تعرض للمضايقة وبعضهم تعرض للإهانات اللفظية. الأفارقة العودة إلى بلادهم وتحاول البلاد أن تعيد مواطنيها بسبب احتلال أفارقة تونس والمغرب حيث قالت أن البعض قد دخل الجزائر من الأفارقة. اللهم احفظ الشعب التونسي والمغربي والجزائري واحفظ كل أبناء الشعب التونسي وكل الشعوب العربية.